れルフィ、挨拶せい。よっ。ويسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ إن شاء الله لكم بخير وبصحة وسلام. فيديو اليوم عن أكثر 5 شخصيات ماضيها مؤلم في الأنمي، كلهم طبعا من وجهة نظري الخاصة، فإذا كنت تختلف معي اكتب تحت في الكومنتات قائمتك الخاصة لأكثر شخصيات لها ماضي مؤلم. عموما فكرة هذا الفيديو من محمد فواز الشعباني، فيب شكرا يا محمد على اقتراحك، وأتمنى منكم أنكم تكتبون مقترحاتكم أنتم أيضا. وطبعا أكرر مو لازم يكون بس عن ون بيس أو توب، ما عندي مشكلة أسوي أي فكرة تحبوها أنتم. عموما أتمنى منكم أنكم ما تنسون اللايك والدعم الكبير على هذا الفيديو، لا تنسون نشر هذا الفيديو في كل مكان والاشتراك لو ما كنتم مشتركين في القناة. بالمناسبة أنا انضميت لمجموعة أنمي ماسترز وقناة أنمي ماسترز، راح أقدم في هذه القناة ومجموعة شباب ثانيين منهم فرانمي ودراغون بول تيوب وغيرهم من القنوات الجبار. أتمنى منكم أنكم تدعمون القناة الثانية اللي هي أنمي ماسترز، ونحن أوردي نزلنا أول فيديو فلا تنسون تشيكون عليه. إن شاء الله بقدم في ذيك القناة من فترة إلى أخرى. بدون ما أطول عليكم أكثر خلونا نبدأ. قبل ما أبدأ في هذه القائمة، أنا ما راح أجيب شخصيتين من أنمي واحد لهم ماضي مؤلم، كل شخصية في هذه القائمة راح تكون من أنمي مختلف، أي أنه ما في شخصيتين من ناروتو أو ون بيس أو أي أنمي ثاني. في المركز الخامس معانا كورابيكا من أنمي هانتر إكس هانتر أو أنمي هانتر هانتر. ماضي كورابيكا ما تم إيضاحه بالشكل الكبير في الأنمي، لكن تكلموا عليه بشكل مفصل في الفيلم وأيضا في فصول خاصة من توغاشي نفسه مؤلف هانتر إكس هانتر. كورابيكا كان يعيش في قرية فيها 128 شخص غيره. في يوم من الأيام بعد ما خرج من هذه القرية تم ذبح 128 شخص كلهم بأبشع الطرق الممكنة. أفراد العائلة الواحدة كانوا مجبرين على أن يشاهدوا بعضهم البعض وهم يقتلون. يعني تخيل مثلا أنك تشوف أخوك قدامك قاعد يموت، أو أبوك أو أمك أو أيا كان. غير كذا كان يتم طعنهم أولا ثم قتلهم لاحقا بقطع الرأس. والشيء المشهور واللي كلنا نعرف عنه في الأنمي أخذ عينهم القرمزية، طبعا من أصحاب الدماء النقية، لكن الغير نقيين كان يتم قتلهم بس بطريقة بشعة. بعد ما تم قتل 128 شخص من هذه القبيلة بقى شخص واحد وهو كورابيكا. ومن هذاك الوقت ليومك هذا كورابيكا يبحث عن الانتقام وارجاع اعين قبيلته. في المركز الرابع معانا ليفاي من اتاك اون تايتن او الهجوم على العمالقة. اللي ما يعرف متى ظهر ماضي ليفاي، ظهر في اوفا اتاك اون تايتن، اتوقع الاوفا الرابع. هذا كان جزء من ماضي ليفاي، اما في جزء ثاني ظهر في المانجا لكن ما راح اتكلم عنه. عموما ليفاي يتيم تربى لحاله وكبر لحاله، كان يشتغل مرتزق، كان يسرق، كان يسوي اي شيء عشان الاكل. طبعا كان عنده اشخاص يعتبرهم كعائلته، وكان في تقريبا شخصيتين كانوا قريبين جدا له. انضم ليفاي معهم الى فيلق الاستطلاع، وهناك صارت الكارثة الكبيرة وهي موتهم. صراحة ردة فعل ليفاي لحالها تستاهل اني احط ماضيه كامل في هذا الفيديو، لحظة غضب في حزن في كل شيء. ليفاي في ذيك اللحظة لما شافهم ميتين قدامه فقد عقله وصار حرفيا مجنون. في المركز الثالث معانا شخصية ناروتو من انمي ناروتو. صراحة احترت بين ماضي ناروتو وماضي ايتاتشي، لكن في النهاية حسيت ان ماضي ناروتو هو اكثر حزن من ماضي ايتاتشي. غير ان الماضي يكون حزين في ناروتو، الساوند تراك او الاغنية تخليك تحزن اكثر. ولد ناروتو يتيم عاش لحاله طوال عمره، وغير الوحدة كان كل اللي بقرية كونها يكرهوه كره كبير جدا، لانه كان يمتلك كوراما واللي كان السبب في قتل كل من الهوكاغي الرابع ميناتو وزوجته وغيره من النينجا الثانيين. طبعا ناروتو ما كان يعرف سبب كره القرية له، وبسبب هذا الشيء ما كان قادر ابدا انه يسوي اصحاب او انه يختلط بالقرية او حتى يشتري اشياء مثل الاكل او اي شيء ثاني. يعني تخيل تكون وحيد وطفل ومكروه من جميع الناس وما تعرف ايش السبب اصلا، كان يشوفوه كوحش لازم يتم التخلص منه. للامانة انا حزنت على ناروتو كثير. في المركز الثاني معنا تروفاغا دي واترلو من انمي ون بيس. ماضيه طويل حبتين وكله مؤلم، بحاول اختصر الماضي قدر المستطاع. لو كان يعيش في مدينة اسمها فليفنس مع عائلته المتكونة من 3 اشخاص غيره، واللي هم ابوه وامه واخته. في فترة من الزمن انتشر مرض مزمن في هذه المدينة، مرض الرصاص الابيض. هذا المرض يحول الجسم كامل الى لون ابيض ثم يسبب الموت. طبعا البلدان الثانية ما قدمت ابدا اي مساعدة. فوق هذا امرت حكومة العالم التخلص من هذه المدينة وهذه الدولة، وتم شن حرب عليها. هذه الحرب تسببت بموت عائلة لو كلها، غير كذا اصحابه في المدرسة ومعلمته وتقريبا كل اللي في المدينة، حرفيا ما بقى احد.
غير انه طبعا شاف امه وابوه ميتين قدامه. بعدها هرب لو الى دوفلامينغو تحديدا، وكان حاط فكره في راسه انه يقتل جميع البشر، غير انه كان مصاب في المرض نفسه وكان باقي له تقريبا وقت قصير على انه يموت. عموما نجي للجزء الثاني من ماضي لو. اخو دوفلامينغو اللي هو كورازون صار مثل الاب الثاني للو، حاول انه يعالجه بكل الطرق الممكنه مثل المستشفيات وغيرها لكنه فشل. وخلال هذه الرحله تعلق لو جدا بكورازون وصار يعتبره نفس ما قلت كالأب. عموما كورازون لقى فاكهة الأوبي أوبي نومي واللي كانت قادرة على شفاء لو من مرضه. عموما بعد كل هذا الكلام اللي قلته مات كورازون أمام عينيه، أوكي مو عينيه، المهم قريب منه، ومات على يد أخوه دوفلامينغو. وخذ لك معاناة بعدها. في المركز الأول معانا شخصية جاتس من أنمي أو مانجا بيرزر. عاد جاتس اللي هو حرفيا مسكين. بسم الله نبدأ. ولد جاتس من رحم امرأة ميتة كانت مشنوقة على شجرة، تخيل المشهد معي. أخذتها امرأة زوجة مرتزق، وبعدها بثلاث سنوات ماتت ومسك تربيته قاطع الطريق هذا. طبعا قاطع طريق أو مرتزق كله واحد. عموما هذا الشخص كان يكره جاتس وكان يعتبره فأل سيء أو نحس عليه، فكان يعذبه كل يوم. وغير كذا أرسل له شخص وانتهك جاتس حرفيا، كل هذا وهو صغير. غير انه شارك في حروب عدة لاجل ان يؤمن لقمة عيشه او اكله. في ماضي جاتس اللي ابيك تركز عليه هو جزئية الانتهاك، حرفيا هذا الشيء اللي خلى جاتس يصير ماضيه مؤلم بشكل اكبر مقارنة بالبقية اللي في القائمة نفسها. عموما بس هنا نوصل لنهاية هذه القائمة ولنهاية هذا التوب. كالعادة أنا أدري أن قائمتي تختلف عن قائمتك بشكل كبير جدا ب 180 درجة، فكل اللي أريده منك أنك تكتب قائمتك الخاصة تحت في الكومنتات، ما أبي سب تحت ولا حروب بينكم، خلونا في سلام بالله عليكم. لا تنسى أيضا تكتب مقترحاتك للفيديوهات المستقبلية، ولا تنسون اللايك والاشتراك ونشر هذا الفيديو في كل مكان. أتمنى أن هذا الفيديو عجبكم، شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو. كان معكم أخوكم فوكس عمر، تحياتي جميعا، جانو.